كيف؟ أنا موجودة اليوم أحد الجراجات بمنطقة شويخ الصناعية، والصراحة إحنا البنات ما لنا خلق هذه اللفة، لما نحس إن في صوت في السيارة أو فيها خلل ما نعرف شلون نتصرف، علشان كذي لما سألت قلت لهم أبي جراج، أنا كوني كبنت لما أروح أرتاح وما أحس بهاللوية هذه كلها، فوصوني على هالمكان اللي أنا موجودة فيه، صراحة ما أدري ليش وش السالفة، راح تعرفونها أكثر من خلال لقائي مع الضيف. السلام عليكم، هل شلونك؟ شو اخبارك؟ شو مسوية؟ انا عندي مشكلة بالسيارة بس ماني عارفة شو هي الصراحة. اذا فقرة اليوم ضيفتي انسانة صراحة حبت مجال جدا صعب، وفعلا احنا نسمع ان هالمجال هذا احتكر من قبل الرجال، لان الرجل يمكن نقدر نلقاهم اكثر في هالمجال هذا، مجال الميكانيكا يبدعون فيه، حتى اسم السيدات قليل جدا، او نقدر نقول انه هو نادر ما نسمع اسم امراه في مجال الميكانيكا. اليوم ضيفتي حبت هالمجال وعشقت له وبدعت ما شاء الله في هذا المجال، امل الربيع. صباح الخير، يعطيك العافيه. الله يعافيك ويحييك ان شاء الله. انا بس الاول شيء على طول كذي، ايش معنى مجال الميكانيكا؟ يعني مجال وايد صعب اشوفه. لاني انا احب وايد السيايير واحب ادقق في السياره شنو فيها، فالشغله صارتني وانا بعدني صغيره ما اخذت ليسن. نعم. وايد اتعبث في السيايير، حابه هالمجال، بغيت استكشف هالمجال، شلون تصلح السياره، شنو اجزاء السياره، فبديت مثل ما يقولون اشوف اذا في دورات، اذا في شغلات حق الميكانيكا. طبعا كان في دورات في خدمه المجتمع جامعه الكويت. نعم. دخلت هالدوره هذه، تعلمت منها، بس هم ما اكتفيت، لان هم كان مثل مجسم مثل نظري، تطلع احلى شيء اني انا افتح دراج، افتح مكان اني اشوف السيايير بحقيقتها. زين انا بعيد بهالكلام هذا، انك انت خطيتي خطوه وايد يعني جريئه بالنسبه للسيدات، يعني الرجل هو خلاص يعني ما شاء الله خبره بالمجال هذا، لكن كامراه تفتح لها جراج خاص فيها، يعني يشيل اسمها، لان وجودها في هالمكان منطقه الشويخ يعني ما نسمع اسم سيده عندها جراج، فراح يكون في سمعه في المكان هذا، حتى لو اي احد سالته على طول راح يدلوني عندك. ما حسيتي بخوف من البدايه؟ ما واجهتي صعوبات؟ يمكن انا عشان طبيعتي عنيده ونبراسي امشي وما أخاف من أحد وما يهمني أحد، الشيء اللي أبي أسويه فإصراري هو اللي خلاني أخوض هالمجال ليومك. أي. يعني الحين أنا أكثر من 18 سنة في هالمجال. ما شاء الله. عرفتي شلون؟ فشيء مو يعني مو سهل أنك أنت تستمرين في هالشيء، إلا أنت خلاص تعقبت مثل ما يقولون أي شيء يصير في حياتك، العقبات هذه كلها تخطيت فيها. صح. لما تتخطين هذه العقبات يصير شيء عادي وإيزي. تكلموا وتحت شو سووا نطكين، لكن بالنهاية اقتنعوا لأن شافوك أنت فعلا مبدع في مجال عملك. أنا بتكلم يعني قبل كم سنة بالنسبة لك، يعني أم علي دخلتي بهالمجال هذا وكنتي تشتغلين بيدك، يعني شلون؟ يعني انا احس انه وايد صعب، يعني انا لو الحين توريني سياره ما افهم فيها ولا شيء، يعني سياره بالنسبه لي وسيله توصلني وبس وتجيبني. انت صعب بالنسبه لك لانك انت مو حابه الشغله. الانسان اذا حب الشغله حتى لو صعبه تصير سهله بالنسبه له. وانت اذا شيء سهل زي مو حابته، شيء سهل مو حابته يصير بالنسبه لك صعب. اي صح. فعشان انا احب هالشغله وابي استمر فيها وابي اعرف على قولتهم كل شيء فيها، فلازم عندي سهله متعه، يعني شيء مثل ما انت عندك هوايه، شنو هوايتك؟ شنو هوايه تحبينها؟ راح تبدعين فيها. صح. شغله تحبينها. انا نفس الطريقه، لان هذه هوايتي هو هوس السياره. انزين بتكلم عن الزباين، يعني وجود المراه بجانب المرأة في هالمجالات هذه، هل تحسين المرأة تثق بالمرأة لما تشوفها في هالمجال هذا، مجال الميكانيكا اللي تعودت هي دائما تسمع اسم الرجل موجود فيها، يعني زباينك نوعهم نساء ولا ايضا حتى الرجال؟ انا عندي طبعا الاثنين، عندي النساء وعندي الرجال، عندي نساء ورجال وثقوا فيني وعندي نساء ورجال طنزوا علي، يعني دائما هالشغله يعني هذه شغله عاديه تحصل في كل المجالات، في اي مجال انت فيه. في ناس تعطيك باور انك انت تثابرين تستمرين، وفي ناس تحاول تحبطك. يعني انا اول 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 ما فتحت الجراج انزين دخل علي زبون
احسن انت احسن تقعدي في البيت، انت من صدق قاعده في جراج يعني هذا شنو هذا منتهى الاحباط. صح عرفتي شلون؟ بس قلت لك انا طبيعتي اني متمسكه في رايي، متمسكه في خلاص شيء احبه ما اهتميت له، خليه يتحكى كيفه. هو مو راح بهالكلمه هذه حطمني، لا انا ما تحطم، شيء احبه اكمل فيه. ونفس الشيء في يوهني انا اقول لك كعادات وتقاليد وعيب، وانت بين شنو بين ريايين وهم قاعد يشتغلون قاعد يشتغلون اشتغل. يعني انا في الوزاره شنو الوزاره ما فيها ريايين، ما فيها مسؤولين، ما فيها وزاره، ما فيها وكلاء، ما في اجتماعات. نفس الشيء انا قاعد نجتمع على طاوله هني قاعد نجتمع على تدرين. ليش ام علي؟ لانهم مو متعودين كمجتمع، مو متعود. يعني انا عن نفسي شخصيا لما دخلت يعني انا سمعت باسمك ولما دخلت شفتك انصدمت، امانه جد انصدمت لما شفتك، لان يعني في بالي وايد امور واسئله. لكن مجرد ان الانسان على فكره بس تسولفين معاه تعرفين شخصيته بسرعه تثقين، فانا وثقت فيك، عرفت ان فعلا انت هالوظيفه هذه او هالمهنه هذه والهوايه وغيرها من الامور نقدر نسميها انت حابتها وانت عارفت لها عدل. يعني ما شاء الله قاعده اشوفك تقودين فريق، وفريق مثل هذا صعب ان المراه تديره، يعني معناته ان المراه كل المجالات تقدر. نقدر الحمد لله، المراه دشت في مجالات واسعه مو وهذا يعتبر ولا شيء. انا بالنسبه لي المجال هذا ولا شيء. انا بالنسبه لي وايد صعب. شوفوا وايد صعب. عادي يعني عادي انك تخوضين هالمجال اذا انت حابته. والحمد لله يعني انا ابي اثبت لك ان الحمد لله اول سيده كويتيه ميكانيكيه، وافتخر بهالشيء وان اسم ام علي موجود ان اول سيده ميكانيكيه كويتيه. هذا شيء. بعدين الشيء الثاني جبت بناتي هنا دربتهم، تدربوا معاي وفي لقاءات وايد صارت عندي وكانوا قاعد يشتغلون معاي بيدهم. انا بتكلم عن هالشغله هذه الحين. بناتك شنو يعني اقتنعوا بهالمهنه هذه؟ لما بناتي لا بنات برا. طيب بالنسبه حق بناتك من الاعلان اتصلوا علي ام علي تعطينا دورات. اوكي تعطيني تدربينا. قلت لهم اوكي. اليتني وحده من وزاره تشتغل في وزاره حابه تعرف اشياء عن السياره، اذا وقفت عليها السياره شنو تتصرف وشلون تسوي. عرفتي شلون؟ جتني وحده تبي تدخل هندسه الميكانيكا وتبي ميداني قدامها، شيء قدامها. بالعكس لما جت عندي استانست وايد واستفادت وايد، بحيث انه اي شيء يقول لها الدكتور هي تعرف. ليش؟ لان مارستها بي. صح صح عرفتي؟ فالحمد لله. ومو بس بنات، هم شباب، في شباب اللهم لك الحمد طلعوا من عندي افتحوا جراجات ميكانيكا يشتغلون بيتهم. شباب كويتي اللي يوني على اعمارهم على 20 و21 سنه اللهم لك الحمد. تروح تشوف الحين كم اعمارهم وشنو ما شاء الله عليك ام علي. صراحه انا افتخر فيك لانك كسيده كويتيه وشخصيتك جدا قويه، تقودين فريق يعني صعب ان يعني اي انسان ممكن يتحكم في فريق مثل هذا. ومجال تصليح السيارات والميكانيكا هو اصلا مجال يعني يشوفه الكثيرون صعب، عندك انت اكيد مجال سهل انك تحبينه. طيب خلينا نتكلم عن الاسره بالبيت. يعني من قبل شوي انا قاعده اقول لك بناتك بالبيت يعني بنات حبوا المجال مثلك ولا هم غير عنك؟ لا شوفي، هو عيالي مو كلهم نفس الشيء. انا اللي طلعت نسخه من عندي واللي غرامها ميكانيكا واللي غرامها سيارات هي بنتي. اي عندي بنتي الكبيره بسم الله هذه يعني اعتبرها نسخه امها. عرفتي؟ وشخصيتها قويه ومن النوع اللي ما تخاف، واذا حطت في بالها شيء تسوي. يعني من النوع اللي ماخذه جرأتي انا، ماخذه شخصيتي، ما يهمها شيء. تطنز عليها مني يا باكر ما تهتم. خلاص تاثرت بشخصيتك ام علي، وفعلا يعني انا شخصيا تشرفت فيك اليوم في شاي الضحى، واكيد السيدات الكويتيات اللي قاعدين يتابعونا استمتعوا جدا في هذا اللقاء. واحده من الناس اشوف انه مثل الشخصيات اللي مثلك وعندهم يعني قوه شخصيه يضيفون لي. يعطيك العافيه ام علي، يعني انا سمعت عنك وايد، فالحين باخذ معك جوله داخل الجراج الخاص فيك وخلنا نشوف بعض التقنيات اللي انا ما اعرفها. يعني اعطينا كذي تيبس بسيط ان نتعلمها. حياك الله، خليكم معنا.